أكدت وزارة الداخلية من خلال بلاغ لها خاص بإيقاف 6 إرهابيين بكل من البيضاء ووزان وشفشاون أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن أفراد هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام في أقرب الأجل بسلسلة من العمليات الإرهابية بتنسيق مع عناصر أجنبية كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية. كما كشفت المعطيات الأولية تضيف الوزارة نية زعيم هذه الخلية الإرهابية اللي كان على صلة بأحد خبراء صناعة المتفجرات في صفوف داعش التوجه بمعية شركائه بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية لإحدى المناطق الجبلية المتواجدة بنواحي مدينة وزان قصد اعتمادها كقاعدة خلفية في أفق إعلان ولاية تابعة لداعش.